مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم منشأة الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع الكاتب الصحفي جاسم الشمري. أهلا بك أستاذ جاسم. حياك الله، يا مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. أهلا بك. إذا مشاهدينا، جولة مع الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل الجولة في الصحافة المحلية من جريدة الأنباء، وفيها نقرأ: سمو ولي العهد تسلم كتاب استقالة الحكومة من سمو رئيس الوزراء. تقول الأنباء إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه حفظه الله كتاب استقالة الحكومة. من جريدة القبس نقرأ: وزير الداخلية يوجه بإلحاق 759 من منتسبي الوزارة المتقاعدين بدورة إعادة الخدمة. وفي التفاصيل تقول القبس إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته وتعليماته بإلحاق 759 من منتسبي وزارة الداخلية المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بناء على توجيهات الخالد بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية. أستاذ جاسم، تقييمك لهذه الخطوة التي يعني أصدر بشأنها قرار وزير الداخلية، خصوصا أنها تمس شريحة كبيرة من المتقاعدين؟ صحيح، أولا يعني تأتي لخدمة شريحة المتقاعدين التي يعاني أكثر يعني المنتمين لها من ضيق العيش ومن يعني تضخم الأعباء المعيشية عليهم، وبالتالي هذا مدخل لإعادة نوعا ما يعني الحياة، نقول الحياة لهم، لإعانتهم على تحمل أعباء المعيشة. من جهة أخرى، في تصوري الجهاز الحكومي خاصة في الجهات العسكرية يعاني كثير من يعني عدم الإقبال عليه، وبالتالي إعادة تأهيل من كانوا في الخدمة للدخول إليها يعني يقوي أو يعزز هذه الكوادر، وبالتالي يعني يخفف أو يقلل الضغط عليها ويقلل من مسألة عدم وجود كفاءات أو كوادر راغبة بالانخراط في هذه الجهات. أنا في تصوري أيضا أن المتقاعدين ممكن الاستفادة منهم في مسائل يعني في الجهات الإدارية في وزارة الداخلية، في المخافر، في الأشياء المكتبية التي لا يعني لا تريد وجود رجل الشرطة، والاستفادة من رجل الشرطة الشاب كذا في الميدان يكون أفضل يعني. نعم. أستاذ جاسم، ألا يمكن أن يكون هذا التطعيم للخبرات لقوة الشرطة؟ بالتأكيد هو جزء من عملية يعني زيادة الخبرات. نعم. وتعزيز يعني هذا الكادر بخبرات كانت تعمل أساسا في هذا الجهاز، وبالتالي كما قلت هو سد النقص من جهة، ومن جهة أخرى يعني أيضا خدمة للمتقاعدين. نعم. للتخفيف من أعباء المعيشية عليهم. نعم. نعم. ابقى معنا أستاذ جاسم. في شأن محلي آخر ننتقل إلى صحيفة الرأي، حيث كتبت خبرا عن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي عبر في بيان له مساء أمس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة لاهاي في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية أخرى، وبعد يوم فقط من عمل مشين مماثل في السويد، قائلا إن هذه الأعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.
خبر آخر في جريدة الوسط حول استنكار 41 نائبا بمجلس الأمة بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في دولة السويد. وأصدر النواب بيانا أعربوا خلاله عن إدانة موقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، مناشدين البرلمانيين في العالم استنكار هذا العمل الهمجي، داعين لمقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية. أما جريدة النهار فكتبت عن إعلان ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2090 من المسجلين في نظام التوظيف المركزي. وأضافت النهار أن الديوان دعا من تم اختيارهم إلى مراجعة جهات الترشيح مباشرة. ونختم من جريدة الجريدة حول إصدار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد قرارا تنظيميا لحملات الحج والعمرة، نص في فقرته الأولى على التسجيل المركزي المفتوح، وهو نظام مركزي إلكتروني لدى الأوقاف يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته في التسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقا للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة. إذن أستاذ جاسم، إلى أي مدى سيسهم هذا القرار في تنظيم حملات الحج والعمرة هنا؟ بالتأكيد يعني في الفترة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة بدأت المملكة العربية السعودية تفرض يعني كوتا لكل دولة، عدد محدد من الحجاج للذهاب إليه، وبالتالي في تصور أن هذا القرار التنظيمي سيسهم في يعني إعطاء الفرصة للحجاج الذين لم يحجوا من قبل ضمن برنامج تسجيل واضح ودقيق حقيقة، ويتابع من قبل المراقبة شؤون الأوقاف. في تصور أنه قرار تنظيمي جيد سيسهم في يعني تحسين فرص الحج لمن لم يستطيعوا الحج من قبل. نعم، وتنظيم شؤون الحج بالتأكيد. نعم. ابقى معنا أستاذ جاسم، منشأة الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد. صحيفة فرانكفورت زايتونغ الألمانية يتصدر صفحتها الأولى هذا المنشط: لم يعد أمام ألمانيا خيار. تقول في المقال إن الوضع في المعسكر الغربي يمكن رؤيته من حقيقة أن الطلب البولندي لنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا أصبح مسألة عامة للغاية. وترى الصحيفة أنه عادة ما يتم مناقشة مثل هذه القضايا الصعبة بشكل سري بين الحلفاء وتظهر أمام الصحافة مع النتيجة. لكن في هذه الحالة حاولت الحكومة الفيدرالية لأيام أن تكسب لنفسها الوقت بالرجوع إلى عملية الموافقة الرسمية، حيث تستخدم الحكومة في وارسو الآن الضغط على برلين. فقط بوتين المستفيد من الصراع الغربي، مستفيد عسكريا عندما تؤدي المعارضة إلى عدد أقل من شحنات الأسلحة، ومستفيد سياسيا ودعائيا عندما يبدو الغرب ضعيف الإرادة ومنقسما. إذن أستاذ جاسم، هذا المقال يكشف عن الحقيقة التي كان يفترض أن تبقى في الكواليس. السؤال: لماذا يمارس هذا النوع من الضغط على ألمانيا بهذه الطرق المكشوفة يعني إعلاميا؟ نعم. يعني أولف شولتز المستشار الألماني متحفظ حقيقة على الذهاب بمفرده أو الذهاب مع أوروبا خارج سياق الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وبخاصة بأسلحة نوعية كدبابات ليوبارد. الآن في تصوري أن أولف شولتز ينظر إلى الداخل الألماني أكثر من نظرته إلى محيطه في أوروبا أو في الولايات المتحدة، هو عينه على الناخب. أحدث استطلاعات للرأي هناك تشير إلى أن 41% من الألمان يعني يرون بأن ألمانيا قدمت بما يكفي من مساعدة لأوكرانيا، 26% يرون أن لا حاجة لمزيد من الأسلحة، 25% يعارضون ذلك ويرون أن ألمانيا لم تقدم ما يكفي. وبالتالي النسبة التي يراها شولتز تنحو إلى أن تكون مؤيدة له. أيضا ربط ألمانيا كما قلت بعدم الانفراد في مسألة تسليح نوعي
أوكرانيا يرتبط بمسألة عدم موافقة الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز أيضا الحديثة. هو يربط المسألتين ببعضهما البعض، أن تريدوا أن نقدم هذه الدبابات يجب أن تقدم الولايات المتحدة هذه الدبابات. في تصوري أن ألمانيا أيضا تنظر إلى مسألة عدم استفزاز روسيا أو موسكو في مسألة يعني إعطاء كيف تفوق نوعي وعسكري خلال المرحلة المقبلة بهذه النوعية من الأسلحة القادرة على أن يعني تكون عامل حسم حقيقة في الميدان. نعم. أستاذ جاسم، هذا النوع من الخلافات بين الدول الأوروبية يعني كما ذكر المقال يصب في صالح موسكو، كيف هل من الممكن أن تستغل موسكو ذلك وتجير هذا الموقف ليصب في صالحها بالفعل؟ نعم. أنا لا أراه خلافا، أنا أراه يعني ترتيب للأولويات. الجانب الأوروبي مع الجانب الأمريكي يرى أن يعني خلق حالة عدم توازن قوة بين كييف وموسكو ربما كما قلت يستفز موسكو إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، وبالتالي هم يرون أن حالة الحرب القائمة الآن، حالة حرب الاستنزاف القائمة الآن تخدم المصالح الغربية بشكل كبير، وبالتالي ربما ينتظرون إلى الربيع المقبل حسب تهديدات بوتين بالقيام بعملية عسكرية كبرى. في هذه الحالة في تصوري ووفق يعني رصد الاستخبارات الغربية، إن رأوا أن هناك حاجة لمد كيف بأسلحة نوعية لخلق هذا التوازن المطلوب وإطالة أمد حرب الاستنزاف وصولا إلى الضغط على موسكو للجلوس على طاولة المفاوضات، فتصوري أنه لن يكون هناك خلاف، وبالتالي ستلتزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التزمت من قبل والولايات المتحدة بتزويد كيف أو أوكرانيا بهذه النوعية من الأسلحة القادرة على صد أي هجوم محتمل في الربيع كما قلت. نعم. ما زلنا أستاذ جاسم في الشأن الروسي الأوكراني، ويبدو أن الانقسام الأوروبي ليس وحده المشكلة، بل كيف تعيش مشكلة أخرى اختارت لها لوموند هذا العنوان: فضائح الفساد تهز حكومة فلوديمير زيلنسكي في أوكرانيا. استقال العديد من كبار المسؤولين المتورطين في فضائح، بما في ذلك نائب وزير الدفاع، أو أقيلوا، ويتم فحص هذه القرارات عن كثب من قبل حلفاء أوكرانيا، حيث تطمح كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد دفعت تهمتان بالفساد ضد كبار المسؤولين إلى تعديل وزاري طارئ في 24 يناير، حيث استقال نائب رئيس مكتب الرئيس ونائب وزير الدفاع، بينما أقيل نائب المدعي العام. إذن أستاذ جاسم، هذه الفضائح ما هي تأثيرها على مواصلة الدعم المالي والعسكري لكييف؟ بشكل عام الفضائح في حالة الحرب تؤثر، لها تداعيات كبيرة وخطيرة على الوضع القائم. كييف في الحالة في الحالة القائمة تتلقى يعني مساعدات بمليارات الدولارات على شكل أسلحة وعلى شكل مساعدات يعني عينية ونقدية أيضا، وبالتالي يعني تشكل طبقة من تجار الحروب سيؤثر على هذه الإمدادات، سيقوي موقف الرافضين لدعم أو لتقديم هذا الدعم لأوكرانيا من في 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 الدول الغربية في المركز في عواصم الغربية، وبالتالي بالتأكيد هو يعطيهم الحجة لتخفيف هذا الدعم أو لرفضه بالمطلق لأنه يقدم إلى جهات غير موثوقة. في تصوري أوكرانيا يجب أن تتطهر لأن أيضا هذه الفضائح يعني تقلل حقيقة من الجبهة الداخلية، من تماسك الجبهة الداخلية في أوكرانيا، وبالتالي أيضا يعني الانتقاد الداخلي مع الانتقاد الخارجي ربما يصب في أثار عكسية لصالح موسكو بالتأكيد. نعم. ابقى معنا أستاذ جاسم، حيث سننتقل إلى باريس، حيث تستعرض مراسلتنا هناك لمياء معمري أهم عناوين الصحف الفرنسية. صباح الخير، صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الجولة في أروقة الصحافة الفرنسية.
موضوع مشروع خطة إصلاح نظام التقاعد يلقي بظلاله على أبرز اهتمامات الصحف المحلية. فعلى الرغم من الاحتجاجات وحركة الإضرابات التي شهدتها فرنسا طيلة هذا الأسبوع، إلا أن الحكومة أعلنت أمس تبنيها خطتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة تصميمها على المضي قدما في مشروعها. مجلة لوبس عنونت هذا الأسبوع على صفحتها الأولى نظام التقاعد الإصلاح المبالغ فيه. في مقال طويل تحدثت المجلة عن كواليس وأسباب تأجيل عرض المشروع على البرلمان. يقول كاتب المقال أن ذلك سيسمح لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن من تكوين تحالفات جديدة داخل البرلمان تعزز موقفها خلافا لما قاله رئيس ماكرون. هذا سيمكننا من كسب أسابيع أخرى ستمكن المسؤولين من التشاور أكثر مع الحكومة. تؤكد لوبس أن هذا المشروع سيطبق لا محالة وأن ذلك لا يتطلب الخروج إلى الشارع. غالبية الفرنسيين يعرفون أن هذا القانون لا تراجع عنه، هم ربما لا يريدون شن حرب ضدنا، تقول إليزابيث بورن في إشارة إلى حركة الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد. في نهاية المقال تستعرض الصحيفة مجموعة أرقام وإحصائيات تبين مدى رفاهية نظام التقاعد في فرنسا مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. لوبينيو الصحيفة الاقتصادية الأهم في فرنسا كتبت على صفحتها الأولى نظام التقاعد الجانب الحساس لمنظومة الإصلاح. الصحيفة استعرضت مجموعة كبيرة من تصريحات لوزراء وأعضاء في الحكومة يساندون المشروع لأنه ضروري لاستمرار وجود منظومة للتقاعد في فرنسا. لا يوجد خاسر في هذه المنظومة، منح التقاعد سترتفع بنسبة 5%. لو فيغارو إيكونوميك اهتم بموضوع تأثير كوفيد-19 على إعادة هيكلة المباني المخصصة للعمل في فرنسا. في صفحته الأولى لو فيغارو إيكونوميك يكتب العودة القوية لعمالقة أماكن العمل المفتوحة. تقول الصحيفة أن أماكن العمل المفتوحة في كبرى الشركات والتي انتشرت بشكل كبير في فرنسا لتفادي انتشار الوباء تعود بقوة إلى السوق وتفرض فلسفة جديدة في هندسة مكاتب العمل وذلك لانخفاض تكلفتها. لوموند أيضا اهتمت بموضوع تداعيات كوفيد-19 تحت عنوان النقص الشديد في الأدوية في أوروبا. نشرت الصحيفة مقالا يعرض أزمة نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات وترجع ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وتداعيات كوفيد-19 مما جعل القارة غير مستقلة في إنتاج دوائها. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الجولة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. جاء في منشور صادر عن موقع المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية أن كتلة جليدية عملاقة انفصلت عن الكتلة الرئيسية للجليد في القطب الجنوبي. ويضيف الخبر الذي نشرته الأهرام المصرية أن الكتلة التي انفصلت تبلغ مساحتها 2550 كيلومتر مربع وسماكة الجليد فيها 150 مترا. وجاء في المنشور أيضا أن هذه الكتلة التي انفصلت يوم الأحد الماضي تشكلت بسبب ظهور شقوق كبيرة في الجليد خلال السنوات القليلة الماضية، وهي ثاني أكبر كتلة جليدية تنفصل في هذا الجزء من القارة خلال العامين الماضيين. تحت عنوان ما سرقته أوروبا من أفريقيا، كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن سرقات كبرى تعرضت لها أفريقيا، وقالت إن القوى الإمبراطورية لم تسرق الفن والتحف فحسب، لقد سرقوا مستقبل أفريقيا. المقال الذي كتبه هوارد دبليو فرنش يوضح أنه بعد عقود من الرفض والإنكار شهد العام الماضي سلسلة من الإعلانات الصادرة عن الدول الغربية والمتاحف الممولة بشكل كبير عن استعدادها لبدء استعادة التحف الفنية التي تم الاستيلاء عليها أو إخفاؤها من أفريقيا على مدار القرن ونصف القرن الماضي تقريبا. لقد كان هذا موسم حساب لمؤسسات ومتاحف متعددة في واشنطن ونيويورك وبريطانيا وأوروبا، حيث تعامل مديروها علنا مع المشكلات الكامنة في الاستمرار في امتلاك التراث الثقافي الذي لا يقدر بثمن لقارة مستعمرة سابقا. إذن أستاذ جاسم، كيف تنظر إلى مثل هذه الخطوة، وهل ستتمكن إفريقيا من استعادة كنوزها الثقافية؟ نعم،
الدول الإفريقية حقيقة يعني في الإطار العام لها هي دول غير مستقرة سياسيا، وبالتالي هي لا تتفاوض بشكل جماعي مع الدول الغربية، تتفاوض بشكل فردي وأحادي. وفي تصوري أن يعني المتاحف الغربية والعواصم الغربية بشكل عام يعني لا تنطلق من مواقف من مبادئ أخلاقية وإنسانية في التعامل مع هذه القضية. في تصوري أنها تحسب حسابات كبيرة، تحسب حسابات يعني كثيرة لمسألة استجلاب مصالح من هذه استعادة الكنوز أو استعادة التراث الإفريقي إلى مواقعه الأصلية، تربطه حقيقة في مدى ما ممكن أن يتحقق لهذه العواصم من 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 مكاسب تجنيها في هذا الاتجاه. لا موقف أخلاقي، أنا في تصوري لا موقف أخلاقي في هذه القضية. كنوز أو تراث ظل يعني يدور في العواصم القربية لأكثر من 150 عاما، ومن ثم صحو الضمير لإعادته إلى موطنه الأصلي. لا أتصور أن الموقف الأوروبي بهذه الأخلاقيات حقيقة. نعم. ابقى معنا أستاذ جاسم، سنذهب إلى خبر دولي آخر، حيث اعتبر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أنه على فنلندا أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي من دون السويد. ونقلت عنه الشرق الأوسط قوله لرويترز أن هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الإسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وكان الرئيس التركي قد قال أول أمس الاثنين إن السويد يجب ألا تتوقع دعم بلاده لانضمامها للحلف بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم مطلع الأسبوع تضمن حرق نسخة من المصحف. إذن أستاذ جاسم، يبدو أن انضمام السويد إلى الحلف أصبح فيه مهب الريح، خصوصا بسبب عدم التزام السفارة السويد بالتزاماتها تجاه أنقرة، خصوصا بعد الحادث الأخير الذي حدث أمام السفارة التركية من حرق المصحف. نعم. ما تعليق؟ نعم، تركيا في حقيقة الأمر قادرة على يعني تجير أي موقف لصالحها، الاستفادة من أي موقف تفاوضي لتقوية وتعزيز موقفها التفاوضي. حلف الناتو يشترط يعني موافقة جماعية لقبول أي عضو، بالتالي موقف أنقرة في هذا الاتجاه موقف حاسم حقيقة لانضمام أو لعدم انضمام السويد. وبالتالي في تصوري أن الغلبة التفاوضية ستكون في المرحلة المقبلة للمطالب التركية. الآن السويد أضعفت موقفها التفاوضي في مسألة السماح لأحد متطرفيها بالمساس بالمقدسات للشعوب الأخرى يعني، وبالتالي عدم التعامل بحصافة مع هذا الموقف حقيقة يعني سبب لها خسائر في تصوري، وستعمل جاهدة يعني في تصوري ستعمل جاهدة خلال المرحلة المقبلة ل يعني ترطيب الأجواء مع تركيا للوصول إلى اتفاق معها. نعم. ابقى معنا أستاذ جاسم، سنذهب إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم: أمن الغذاء والطاقة. كتبه لصحيفة يعني شفقة التركية إردال غاراغول. يرى فيه أن أثار وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية قضيتي أمن الغذاء والطاقة على الأجندة العالمية، وأصبح من الواضح مدى أهمية مخزون الغذاء المحلي نتيجة عملية الإغلاق التي بدأت بالتزامن مع انتشار وباء كورونا وتوقف الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم. خلال هذه الفترة اتخذت العديد من الدول قرار حظر تصدير المنتجات الغذائية المحلية وسارعت في تكوين مخزون غذائي خاص بها، فكانت قضية الغذاء والزراعة عاملا مهما في السياسة الدولية وعمليات صنع القرار في السياسة الداخلية. بالتزامن مع بدء الحرب الأوكرانية كانت أزمة الطاقة تؤثر بشكل عميق على العديد من الدول الأوروبية المتقدمة، فقد عانت هذه البلدان من أزمات كبيرة في مجال الطاقة وعدم التوصل إلى حلول أدى إلى اتخاذ عملية لضمان أمن الطاقة وإيجاد بدائل في هذا المجال. لهذا السبب نرى أن البلدان المتضررة من أزمة الغذاء والطاقة تعلمت دروسا مهمة من هذه الأزمة،
وبالتالي ستعمل على إجراء تغييرات هيكلية في سياساتها بمجال الزراعة والطاقة. الكاريكاتير بعد الفاصل. إذن كاريكاتير اليوم من صحيفة الشرق الأوسط. أستاذ جاسم، ما تعليقك على هذا الكاريكاتير؟ وهل فعلا أوكرانيا باتت مكبة للمرتزقة؟ صحيح، أحد يعني أسباب إطالة أمد الصراع هناك وجود المرتزقة، وجود منظمات تجند المرتزقة. نعم. يعني إطالة أمد الصراع سواء من جانب روسيا أو من جانب أوكرانيا، يعني الجانبين متورطين في هذه المسألة. وبالتالي في تصوري أنه نعم، المرتزقة يعني عامل في 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 إطالة أمد الحرب هناك. نعم. شكرا أستاذ جاسم. إذا كنت معنا الكاتب الصحفي جاسم الشمري، شكرا جزيلا لحضورك معنا منشأة الصحافة. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، كان هذا منشأة الصحافة. شكرا لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.